Good evening for everybody. Today, كما نعلم يعني اللقاء كان جيد وشاهدنا مقابلة جيدة بين الفريقين اللي كانوا يعني تقنيا وتكتيكيا مرتفعة جدا المستوى تاعهم، لكن النتيجة لا تعكس حقيقة ما جاء ما حدث في اللقاء. يعني في العادة يعني تكون عندنا عدة فرص وما سجلوش في اللقاء تاع اليوم، كنا عندنا بعض الفرص اللي سجلنا فيها أهداف. No, give a chance for them to create more opportunity. And I'm very happy. I can say congratulations for the fans coming here, who come here. But the next game, I need more fans because they have to support more our troops.